FM. الكلمة ليك. بارت اليوم. احضر بحضنا اليوم صابرين فرجيني. مرحبا صابرين. مرحبا يا مرحبا. شنحوي لك لاباس؟ مرحبا بيك معنا على كباثين كالعادة صابرين. كل ما تجي جبنا معاك غوسيت جديدة. وانا مسيطرة والناس اللي قاعدين يسمعوا فينا باش يحضروا الورقة والسيلو خاطر نعرف ديما لي غوسيت نتاعك بنين صابرين. ميرسي يا مرحبا. يعيشك. دونك باش نحضروا المقلوبة اليوم اللي هي ماكلة مالحة جايتنا من الشرق. من الشرق اي. وما الأكثرية الفلسطينيين يطيبوها واحنا نوقوا هي بنينة على الاخر نوقوا منها على خاطرك شي يطيبوا البيتنجان رونداليت والطماطم والبطاطا رونداليت نوقوا منها اللي يجي ياكل يقول لك لا انا ما تعجبنيش تبدا حاجه كبيره هكاك فهمت. احنا شنو نعملوا فيها موديفيكاسيون باش نعملوا ناخذوا صدر الدجاج به ناخذوا عليه 500 غرام روز ناخذوا 3 كعبات بطاطا به ناخذوا زوج كعبات باذنجان باهين يكون لهم صغار ولهم كبار برشا به وناخذوا بصله بهي وقرون فلفل به انت وما تحب تحب فيها برشا فلفل ولا تحب فيها شويه فلفل ايه كل واحد وشوا نتاعو بيان سور ناخذوا الزيت ناخذوا ملح ناخذوا مغرفه كبيره كركم ناخذوا مغرفه صغيره فلفل اكحل وجبن غابي وجبن طويبه به داكور ناخذوا زر الدجاج به البصل نقصوا البصل نحطوا الزيت ونحطوا زر الدجاج نفوحوه بالكركم والفلفل الاكحل والملح به هذاك باش يكون الفواح اللي هو باش يفوح الروز والماكله بكلها الماكله بكلها به نخليوه هذاك يطيب ونحطوا الروز به نحطوا في الروز في كاسرونة نحطوا الروز الكاس روز نحطوا شويه زيت يسخن ونحطوا عليه كاس زيت كاس سامحني كاس روز عليه زوج كيسين زيت عليه زوج كيسين ماء فوالا وشويه زيت شويه زيت نخليوها شويه هكا معناها كاس روز عليه زوج كيسين ماء وشويه زيت شويه زيت باش ما يلصقش الزيت اي باش نقليوه شويه ما نخليوش برشا يتقلى في الكاسرول ومن بعد كاش نزيدوا الماء بهذيك الكونتيتي اللي قلنا عليها واضح كاس روز عليه زوج كيسين ماء هذاك زيد نخليوه يطيب على روحه اما الملون نخليوه يغلي بعد نخفوا النار على الاخر باه نخليوه على روحه يطيب قداش يقعد كيكروز صابرين درجين 3 دراجة 4 دراجة لازمك ديما اما خاطر ديما ما تمسوش ما تحركوش جوست المرة الاولى به وتخلي في نار هافتة على الاخر به تري بيان وتسك ومن بعد تخليه يطيب به طيبنا الدجاج خليناه يطيب الروز خليناه يطيب وتوا ناخذ البطاطا به البطاطا نقصوها مربعات صغار مربعات صغار ناخذ البيتنجان كيف كيف مربعات صغار والفلفل به نقليو البطاطا ما نفوحوش بالملح نقليو البطاطا نقليو البيتنجان ونقليو الفلفل به بعد نحيو الروز نحطوه في بول ونحطوا عليه البيتنجان اللي قليناهم الكل وناخذوا صدر الدجاج نفتتوه هذاك به في وسطو وناخذ الصوص هذيك اللي قعدت لنا من الدجاج هذيك اللي نسقيو بها واضح مالحه شويه خاطر هي اللي باش تملح الماكله الكل معناتها ما نخليوهاش قليله ملح تري بيان ونحطوا جبن رابي وجبن تويبع انت وما تحب الدلاله كيما تحب هو قد ما تزيد جبن قد ما تجيبني انا نصورها تويبع تويبع بنينها برشا اي به وتخلطها معناها خلطها مليح بالقدام بعضها بنينه على الاخر وتزينها من الفوق كما تحب فوالا تري بيان دونك هذه هي المقلوبه اللي عملنا فيها موديفيكاسيون صغيره اليوم باش نجموا ياكلوها الناس الكل وحتى الصغيرات نصوروا يحبوها برشا صابرين بنينة على الاخر تري بيان انا واحده من الناس باش نجربها سي قررت باش تعديو للسكريم تاعنا واللي عندنا اليوم الكوفخ الكوفخ ساهل برشا باش نعملوا ست ساهله ناخذوا عظمتين نص سيتر حليب ناخذوا 300 غرام فرينه 75 غرام سكر ساشي سكر فاني ناخذ 100 غرام زبده به وواحده خميره ورشه ملح داكوغ باهي ناخذوا الكابتين عظم نحطوا لهم السكر ونخلطوهم ما يحبوش الخلاط برشا خلطهم شويه ونحط السكر نخلطهم شويه نحط السكر زيد نخلط ونحط الحليب وخلطهم ومن بعد كاش الفرينه والخميره نغربلهم به نغربلهم واضح نحرك وفي الاخر نحط الزبده به متفاهمين ونحط فوق تخلطهم الكل مع بعضهم يولي لك عجين عجينة وخليهم يرتاحوا ساعه تخليهم يرتاحوا ساعه البرة ولا نحطهم في الفريجيدير كان الدنيا سخونة تحط في الفريجيدير وكان البارد عادي يحط لبرا غطيها جوست غطيها فوالا بعد تاخذ لاباري نتاع الكوفخ بعد تاخذ لاباري نتاع الكوفخ وتحط باللوشه هكايا تحط بشويه بشويه وتطيب لك
تري بيان فوالا وهكا يكون عندنا الكوفر اللي نجموا من بعد نعملوا فيه شوكولا معجون تحط فيه العسل نجم تعمل اللي تحب فيها وسورتو العشية ديسير يجي بنين برشا برشا تري بيان سهل الكوفر زيدا الناس قلت نجم تعملوا في الدار باش تعديوا للاستيوس نتاعنا اليوم استيوس غران مير الاستيوس نتاع فاطمة الله يرحمها شافة الله يرحمها أمي فاطمة كانت تقول لي الشربة كي تبدا مية شوية ولا مكثرة فيها زيت ولا حاجة نحطوا الأصفر نتاع العظمة نحطوا عليه 10 قرص وشويه فلفل اكحل تخلطوه هكا بالمغرفه وبعد ما نسكر دوبا نسكر على الشربه نحطوه في وسطها ونخلط تخسر لنا تجبد الزيت نتاعها تجيب لنا تري بيان اسيوس مزيان هذا وحدهم وحدهم لي زاسيوس نتاع قبل راه اي حتى هي سبيسيال امي فاطمه صنيفه على الاخر يعطيك الصحه صابرين ميرسي بوكو اللي كنت معنا اليوم كانت هذه دبارت اليوم ان شاء الله المره الجايه كي العاده تعطينا روسيت جديده ان شاء الله باذن الله فوالا فوالا يعطيك الصحه صابرين كانت هذه دبارت اليوم دبارت اليوم دبارت اليوم الكلمة ليك.